غوارديولا، أخبرنا الحقيقة، هل أنت خائف من فريق الاتحاد؟ من قال أننا خائفون؟ هم الذين خائفون منا، ولكنهم يملكون بنزيما. اسمع، سوف أحلق شنبي لو فعل بنزيما شيئا. مرحبا بكم متابعينا، قم بأن الأجواء رائعة. مباراة تبدأ بأقدام لاعبي الاتحاد، عالي واستعادة الكرة ممكن أن تشكل خطورة. يا رب، يتحرك بالكرة للأمام، ضربة جزاء للعميد. يتقدم بنزيما لتسديد الكرة. اسمع، سوف أحلق شنبي لو فعل بنزيما شيئا. أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. لويس غوستافو، خطيرة لكريستيانو. أوهو، يسدد الآن. الاتحاد أقل في مسألة السيطرة في مباراة اليوم، أن تكون الطرف الأقل. فرصة الواحد على واحد الآن. هدف خرافي، هدف مهم جدا. شوف إعادة الهدف من جديد، تسديدة رائعة قوية في المرمى، مكان لحارس المرمى أي مجال. جميلة الكرة البينية، يا سلام على النظرة. بيرفعها في وسط 18، ضربة جزاء للنصر. رونالدو لتسديد الكرة، ويسجل من علامة الجزاء. النتيجة الآن 2-1، والكرة تعود إلى منتصف الملعب. ضربة بداء في الشوط الثاني عند النصر. أندرسون تاليسكا، تمريرة حاسمة، إبعاد الكرة والخطورة. يتقدم رونالدو نحو العمق الآن. كريستيانو رونالدو يستسلمون. مر من المدافع، شوف المهارة، شوف وضع الكرة بهذه الأناقة، هدف في غاية الجمال، هدف التعادل لمشاهدينا متابعينا في كل مكان. يا الله، كرة مجانية للفريق الخصم. أوهو، من كان يتوقع كل هذا؟ صدق هذه العودة، الله على إثارة كرة القدم وجنونها بالتأكيد. من كان يتوقع هذا السيناريو؟ ربع ساعة على نهاية أحداث اللقاء، والتمريرة البينية الرائعة. الله، العارضة تبعد الكرة من الدخول. حمد الله، إثارة غير عادية في هذه المباراة، العارضة تدخلت، استمرت المتعة، لو سجلت الكرة الأخيرة لأصبح الفارق هدفين. عبد الرزاق حمد الله. في هذه الأثناء تنطلق الصافرة معلنة عن نهاية المباراة وفوز فريق النصر وتحقيق النقاط الثلاث. غوارديولا، مبروك على الفوز، ولكنك قلت قبل المباراة أنك سوف تحلق شنبك في حال أن بنزيما فعل شيء، ولقد سجل هدفا اليوم. صحيح، لقد قلت ذلك، ولكنني عندما أحضرت المكينة لكي أحلق شنبي اختربت المكينة.